وان دابا غادي نجاوب على واحد السؤال اللي كنشوفو كيتعاود بزاف في التعاليق، بزاف وبزاف ديال الناس كيطرحوا عليا هاد السؤال. هو اخي ياسين، انا هذه هي المهنه ديالي، ولا انا باغي ندير هاد ديبلوم الفلان فلاني، واش فيه الفلوس؟ وهذه الاخوان مدرسه لتعلم اللغه الالمانيه، الا جيتوا لالمانيا جيوا الاخوان قلبوا على هاد المدرسه هذه. المستقبل ديال هاد المهنه تيقول لك راه زعما غيوليو فيها حتى هي الروبوات، ما يبقاوش محتاجين بنادم. يا صراحه من القدام راه كلشي غادي يولي فيها الروبوات، راه ما لاقينش بنادم. هنا خوتي كاين بزاف ديال المهن، يعني التريسيال، الحلاق، بزاف 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 كاع المهنه اللي عندك بغيتي تعرف شحال كيخصو فيها. السلام عليكم الاخوان، عدنا اليكم مره اخرى بفيديو جديد. من بعد الفيديو الاول اللي درت اخوتي ولقى صراحه اعجاب بزاف ديال الناس، الفيديو كان على اسهل مهنه تقدر تعلم غير في يومين ومطلوبه بزاف في المانيا. الفيديو عجبكم، لقى واحد التفاعل اخوتي بزاف، وانا عجبني الحال الاخوان حيت كاين هذا الكم الهائل ديال الناس اللي باغا تستفد من هذا المحتوى. ولكن في ذاك الفيديو في الاخر ديالو كنت قلت لكم قولوا لي المهنه اللي بغيتوا نهضروا عليها في الفيديو الجاي، وجاو التعاليق بزاف الاخوان بزاف بزاف على المهن. واليوم اخترت لكم واحد المهنه اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو، نهضروا على كل شيء فيها، وغادي تشوفوا شحال مطلوبه هنا في المانيا وشحال كيخلصوا فيها الاخوان. يعني واحد الفيديو اللي خاصكم من الاول حتى الاخر. وبالاضافه غادي نجاوب على واحد السؤال اخوتي اللي مهم، بزاف ديال الناس يقولوا لي المهن ديالهم كيسولوني واش فيهم الفلوس ولا لا. في هذا الفيديو غنقول لكم بعض واحد المهن اللي فيهم اخوتي الفلوس، مهم فيهم الفلوس ويقدروا الاخوان يعجبوكم. لهذا لايك الفيديو، بارطاجيو الاخوان، يعني عاودونا اخوتي في نشر الافاده بين الناس، بارطاجيو هذا الفيديو مع اي واحد الاخوان يعني انتريسي للخدمه ولا انتريسي باغي يدير ديبلوم. لهذا اخوتي نواصل بعد الفاصل. جيو تشوفوا معايا الاخوان كيفاش هاد الناس هادو في المانيا كينشروا العلم بيناتهم. هذه كما كتشوفوا الاخوان جايه في السونتر ديال المدينه كما كتشوفوا، بحال واحد تيلي بوتيك، ولكن هو اخوتي راه ماشي تيلي بوتيك. شوف الناس الاخوان كي كتنشر العلم بيناتهم في المانيا. هنا الاخ ديالي جهز لك كتيب وسير قرا، ما كاينش ليها انت اي كتاب جيتي هزو ضربو تحتك وسير قرا، وانت الا قراتي شي كتاب عاوتاني كتجي وكتحطو هنا الاخوان. وها انتم شوفوا ها هي، يعني كما كتشوفوا ما كاين لا عساس لا والو، ها هي في السونتر ديال المدينه الاخوان. وشوفوا تبارك الله هذه الفكره انا عجبتني وعجبتني بزاف الاخوان. شوفوا يعني الطريقه باش كينشروا العلم بيناتهم هاد الناس. هما الاخوان دابا غادي نجاوب على واحد السؤال اللي كنشوفوا كيتعاود بزاف في التعاليق، بزاف وبزاف ديال الناس كيطرحوا عليا هاد السؤال. هو اخي ياسين، انا هذه هي المهنه ديالي، ولا انا باغي ندير هاد ديبلوم الفلان فلاني، واش فيه الفلوس؟ يعني الناس كتهضر الاخوان على الفلوس. الحاجه الوحيده اللي غادي نبغي نقول لكم الاخوان ان الفلوس ما غديروهاش بالخدمه، هذه غير نساها، هذه حيدها من راسك. الفلوس ما عمرك غديرها بالخدمه الاخوان، لان الخدمه الحاجه اللي كتقدر دير لك اخوتي واي بلاصه خدمتي في العالم، هي كتضمن لك العيش الكريم، كتخلص الكرا، تخلص الماكله، لاسورانس، يعني العيش الكريم، الانترنت، تسافر، تلبس، هذا هو ديال الخدمه. اما الا بغيتي الفلوس الاخوان ولا تصبح مليونير فهي الخدمه اخوتي ما عمرها كدير لك هذا الشيء. ولكن الاخوان كاين بعض واحد المهن اللي يعني فيهم الفلوس، لان سوق الشغل كما عارفين تيتقاسم لجوج حوايج، كاين مهن فيهم الفلوس وكاين مهن فيهم الراحه، يعني خصك تعزل انت المهنه اللي باغي، واش باغي مهنه اللي تجيب فيها الفلوس ولا مهنه اللي تجيب فيها الراحه. حيت المهن الاخوان اللي فيهم الفلوس فيهم شويه ديال التعب، على سبيل المثال ميكانيك، بلومبي، تريسيان. علاش هاد الميكانيك، علاش هاد المهن فيهم الفلوس؟ لان الاخوان كتخدم في الشركه ديالك وكتجيب بريكولات برا، دوك البريكولات الاخوان كتجيب فيهم الفلوس. هذوك البريكولات انا على سبيل المثال في الخدمه ديالي ما غاديش نقدر نديرهم، لان الاخوان انا كنخدم ماكينه دايره 300 مليون ديال الشركه، لهذا البريكولات ما كاينش في المهنه ديالي. ولكن مهنه مرتاحه، مهنه يعني مرتاحه، كنمشي الاخوان كنبروغرامي غير الماكينه، كنبقاو تما يعني جالسين اخوتي مرتاحين، كنخدموا الاخوان غير بيدينا بحال هكذا، وهذه يعني مرتاحه. ولكن الاخوان المهنه ديال الميكانيك فهي اخوتي يعني فيها الفلوس كما قلت لكم على دوك البريكولات اللي غادي يجيب، ولكن فيها التعب، فيها التعب، يعني غير باش يحيد رويضه وهذا، راكم عارفين الاخوان التعب اللي كيدير، ولا مهم تريسيان ولا كذا، فيها الاخوان تعب. اما المهنه ديالنا الاخوان كما قلت لكم يعني مرتاحه، وديك الراحه يعني فاش كنساليو ديك 8 سوايع ديال الخدمه كنخرجوا اخوتي ما مدقدقينش، كنخرجوا ما عيانينش، لان ما بدلناش واحد الجهد اللي هو كبير. وديك الساعه الاخوان يعني كنبقاو
نقدروا نمشيو للصال، تقدر دير عاوتاني مهنه اخرى على سبيل المثال كنديرها الاخوان تاع التصوير، وتا هي حاجه مزيانه. هما الاخوان اللي بغيت نقول لكم في هذا الشيء، ان الخدمه هي كتضمن لك غير العيش الكريم، ما غديرش بها الفلوس. وقبل ما دير شي ديبلوم شوف واش انت باغي الفلوس ولا باغي الراحه، وحتى شي حاجه ما هي كامله في الدنيا، ضروري غتلقى حاجه وغتخصك الاخرى الاخوان. يلا بعد الفاصل نواصل. هذه الاخوان مدرسه لتعلم اللغه الالمانيه، الا جيتوا لالمانيا جوا الاخوان قلبوا على هذه المدرسه، هذه هي وحده من بزاف لتعلم اللغات. هذا الاخوان ما اشهر ما والو، ولكن غير كنوريكم باش تسهل عليكم الاخوان القضيه في الجو هنا. سميتها في هاش اس، وكتلقاوها في جميع المدن الاخوان، والاسعار ديالها كيديروا لك 100 ساعه، 100 ساعه ديال اللغه كتخلصها ب 200 ديال الاورو. اخوان القرايه فيها مزيانه، انا راه قريت فيها البي 1 وشديت فيها البي 2. المهم الاخوان انتما كما كتشوفوا سميتها في هاش اس الاخوان. يلا عطونا لايك اخوتي لهذه المعلومات النادره الحباب. اخوتي دابا غادي ندبوا على المهنه ديالنا اللي جينا نهضروا عليها اليوم، المهنه ديال السودو اللي صراحه هنا في المانيا عليها واحد الطلب الاخوان رهيب ورهيب بزاف. تصوروا قلبت في سيت واحد السيت اللي كنت ديجا هضرت لكم عليه، هو سيت ديال انديت. راه كنت الاخوان فهمت لكم في واحد الحلقه كيفاش دخلوا لهذا السيت وكيفاش تقلبوا فيه، حيت هو هذا السيت الاخوان يعني يقدر بنادم تيقلب، اكثريه الناس اللي كيقلبوا فيه خارج المانيا، وهاد اصحاب الشركات فاش كيحطوا لي زوفر ديالهم تما على بالهم بلي راه غيجيوهم ناس خارجين من المانيا، لهذا هما كيتقبلوا الاخوان هذه الحاجه. وانا خوتي كنشجعكم حيت هو كيبقى احسن سيت باش تلقى الخدمه لا في المانيا ولا خارج المانيا. المهم الاخوان قلبت في هذا السيت بوحدو، لقيت تقريبا 10000 سودور، يعني المانيا خاصها 10000 سودور وفي سيت واحد بلا ما نقلبوا الاخوان نشوفوا المجموع. سيت واحد 10000 سودور تبارك الله. والمهنه ديال السودور راها مهنه زوينه الاخوان، مهنه يعني فيها الاخوان يعني الفلوس، وفيها خوتي يعني كما قلت لكم هي كتعد من دوك المهن اللي فيهم الفلوس، حيت تقدر الاخوان تبريكولي بهم حتى برا، حيت هي ما كتطلبش واحد المطار اللي كيكون بزاف، حتى نقدروا نزيدوا على الميكانيك على البلومبي اللي تخدم في الشركه ودير بريكولاتك برا. ودخلت الاخوان يعني شفت في الانترنت ولقيت بعض واحد الناس بحال كيشكوا في المستقبل ديال هذه المهنه، تيقول لك راه زعما غيوليو فيها حتى هي الروبوات ما يبقاوش محتاجين بنادم. هي صراحه من هنا لقدام راه كلشي غادي يولي فيها الروبوات، هذه حاجه عاده، الا دابا في هذا الوقت اللي كنعيشوه هذه الهضره الاخوان ما كايناش. علاش؟ كل شركه كيفاش الاخوان تتخدم. على سبيل المثال دابا غادي نشدوا الاخوان شركه هاد الطوموبيل هادي رونو، غنشدوا شركه رونو، فهي غتخرج هاد الطوموبيل هاد العام وغتبقى تخرج هاد الموديل واحد الخمس سنين، لهذا البلايص ملي كيتسوداو كتبقى نفس البلاصه، يعني الروبو هادو غادي يحتاج لهم الروبو، حيت الروبو خمس سنين غادي يخدم نفس الطوموبيل، ومن بعد خمس سنين عاد يحيدوا له البروغرام. اما شركات اخرين يعني في نهار واحد كيديروا فيه يعني 10 12 بروجيات، يعني الاخوان ما غاديش يخدموا بالروبو، فهمتي؟ كيخدموا بنادم. وانتم كما كتشوفوا كون كان يعني ماثر عليها الروبو في هذا الوقت هذا ما غاديش نلقاو اخوتي هذا لي اوفر 10000 اوفر غير في سيت واحد. راه الاخوان حاجه رهيبه ورهيبه بزاف. المهم اخوتي هذه المهنه هذه راها زوينه، وكما قلت لكم كتخدموا في الشركه وتقدروا تبريكوليو برا راه فيها الفلوس. ودابا الاخوان غادي يمشيو ولا جوز دو طرافاي راهم معلقين واحد الورقه باش تشوفوا بشحال كيبدا السودور هنايا في المانيا. وحنا وصلنا الاخوان لا جوز دو طرافاي كما العاده، لبقيتو عقلنا الاخوان المهنه اللي كنا دوينا عليها في الحلقه اللي فاتت، اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت يمشي يشوفها، كنا دوينا على هذه المهنه الاخوان. وهانتم كما كتشوفوا سيمانه دابا باش درت الفيديو باقي ما لقاوش اخوتي اللي غادي يخدم لهم هذه المهنه، واخا الاجر عالي راه كنقول لكم يعني راه ما لاقينش بنادم. هنا اخوتي كاين بزاف ديال المهن، يعني التريسيال الحلاق بزاف بزاف بزاف، كاع المهنه اللي عندك بغيتي تعرف شحال كيخلصوا فيها في المانيا كتبوا التعاليق. التعاليق الدراري ان شاء الله ربي الفيديو الجاي غنهزوا المهنه من التعاليق اللي غادي نهضروا عليها. واليوم الاخوان كما شفتوا يعني هضرنا على السودور الاخوان، غادي نشوفوا ها هي المهنه ديال السودور. السودور بالالمانيه سميتها شفايتسر، شفايتسر هو السودور الاخوان بالالمانيه. اللون ديالها كيبدا اخوتي 14 الاورو اب، يعني من 14 الاورو وانت طالع. ولكن اخوتي الا كنتي عندك الدبلوم ولا مهم عندك الاكسبيرينس مزيانه فانت الاخوان 20 اورو في المانيا. الا كانت عندك اكسبيرينس 20 اورو باش كتبدا هذه ديوها من عند الاخوان 100%، 20 اورو الا كانت عندك الدبلوم هذا غتبدا في الصدور 20 اورو. هذه كما كتشوفوا يعني هذه براسها كاتبه هنا 14، ولكن الا جي عندها بالدبلوم ويعني الاكسبيرينس فهي غتعطيك 20، انا متاكد 100%. المهم اخوتي نتمنى من الله انه يوم يكون الفيديو اخوتي يعجبكم وبارطاجيوه الاخوان باش الافاده الناس تعرف اش كاين في السوق، ومهم الناس تعرف على هذه المهنه بزاف الحوايج. والمهنه ديالك كتبها لي في التعاليق، تقدر تكون هي المهنه ديال الفيديو الجاي غنهضروا عليها، وغادي ضروري غادي نمشيو اخوتي لاجوزو طرافاي اخرى وتشوفوا شحال كيخلصوا. المهم اخوتي تحياتي، نتلاقاو في فيديو جديد الى بغض الله، معكم الاخوان.